أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. سوف نكون على مدى 24 حلقة من هذه السلسلة الجديدة من بودكاست الملف الاستراتيجي مع سعادة الدكتور طلال أبو غزالي. الاسم غني عن التعريف، لكن الخبرة كبيرة وكبيرة جدا، والمعرفة أكبر، وكل هذا سوف نتناوله في هذه الحلقات بما يفيد الشاب العربي الطامح لتغيير مستقبله نحو الأفضل. خبرة أخذت من تجربة السنين وتعب السنين والريادة والطموح والحلم الذين تمتع بهم شخص طلال أبو غزالي، بما أوصله إلى العالمية بكل معانيها كواحد من أهم الشخصيات العربية والعالمية في عالم اليوم. نتطرق في هذه السلسلة إلى كل ما يهم الإنسان والشاب من معاني أخلاقية وعملية تساهم في صناعة مستقبله دائما نحو الأفضل بإذن الله. في هذه الحلقة مع سعادة الدكتور طلال أبو غزالي نناقش موضوع الصورة الكبرى والنظرة البعيدة وأهميتها في إطلاق جيل متحرر من التفكير داخل الصندوق والتفكير المغلق. ماذا لدينا دكتور طلال؟ احنا يعني انا يمكن كثير متطرف في هذا الموضوع. انا اصرف اكثر وقتي في التعلم، انا تلميذ، انا اتعلم يوميا. اذا كل يوم ما تعلمت مثل اني ما اكلت، لأن التعلم هو غذاء كما الاكل للجسم. انا تعلمي اغلبه فيما يحصل في العالم، لانني لا استطيع ان انسى انه يجب ان يكون لنا دور في صنع المستقبل في العالم. اما في المرحله الحاليه فانا اتعلم ما يحصل في العالم لاعرف كيف اتعامل في ظل هذه المتغيرات اللي في الدنيا. يعني ما بيجوز انه يكون هنالك اي انسان عربي اليوم لا يعرف ان الدنيا دخلت في مرحلة الانتقال الجذري من قيادة عالمية الى قيادة عالمية جديدة. ما بيجوز ما تعرف انه الدنيا تغيرت. هذا شيء يؤثر على كل ما تفكر فيه وتعمله، فبالتالي علينا ان ندرس. وانا اول دارس، انا اول تلميذ وسابقى تلميذا. هذه الدراسة هي عن هذا التحول وكيف استفيد منه وكيف اتموضع معه الى ان اصبح قادرا في ان اغيره. وانا بقول لك انه غيرنا كثير في الدنيا، يعني ما اقولها للثناء لنفسي، ولكن احنا قادرين ان نصنع تغيير. انا عندما انتخبت الى مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمحاسبين، في الجلسة الاولى قالوا احنا اختصاصنا في صياغة معايير المحاسبة الدولية ليكون هنالك ستاندرد معين يطبق على جميع الشركات لنستطيع ان نقارن النتائج وندرسها، وان يكون عندنا ادلة تدقيق، أي أنظمة وإجراءات لتدقيق الحسابات. رفعت إيدي طبعا، كانوا ينظروا لي كواحد جاي من دولة نامية جاي يتسلى أو يتعلم أو اللي هو. قلت ممكن حدا يشرح لي ليش في معايير المحاسبة وفي أدلة التدقيق، ليش مش معايير التدقيق؟ قالوا هيك موجودة في النظام تبعنا. يعني بقرف مني انه انت عم تثير لنا موضوع مش موضوع، لا موضوع ما له معنى. قلت له لا، بس انا بفكري البسيط بدي افهم ليش هنا معايير وهنا ادله. هل لان المعايير لها قوه اكبر من الادله، ام ان تدقيق الحسابات لا يتطلب معايير، يتطلب شيء اسمه بس جايد لاينز؟ صفعنو قال
احنا الان مش هذا موضوعنا بدنا نكمل. قلت له انا مصر بدي جواب. قال طيب في هنا اقتراح، في حدا يثني عليه ولا واحد ثنى؟ قال لي خلص سقط كلامك بدنا نشتغل احنا. قلت له شكرا. جئت الجلسة التالية وأنا قد أقنعت اثنين من الأعضاء بأنه حان الوقت أن نغير كلمة أدلة تدقيق الحسابات لتصبح معايير تدقيق الحسابات، فبيكون عندنا معايير للمحاسبة ومعايير للتدقيق. جينا على الاجتماع قلت بدي أرجع أكرر على موضوعي. قال في حدا بأيد البحث أنه يثني على البحث؟ قالوا له إحنا بنثني. فأصبح موضوع مطروح للبحث. كي لا أطيل، أخذتني سنة ونص إلى أن تغير اسم المعايير، اسم الأدلة في التدقيق إلى معايير التدقيق. هذا يمكن تغيير بسيط ولكنه مش بسيط، لأنه ينطبق على الدنيا كلها وكل شركات ودول العالم، ليصبح هنالك إلزام للمدقق بأن يتبع معايير مش يشتغل على كيفه. أدلة يعني أدلة guidelines تستعملها إذا بدك، لا، يجب أن يستعمل نفس معايير التدقيق كما في معايير المحاسبة. هذا يدل على أن هنالك قدرة على التغيير، ولكنها تحتاج إلى إرادة، تحتاج إلى عناد، تحتاج إلى تصميم إلى أن تغيرت. أنا بسموني Godfather of Accounting، يعني الأب الروحي لمهنة المحاسب. ولذلك يعني بحكي عن هذا الموضوع تحديدا الآن. طيب شو أهداف المحاسبة؟ كانت اللي درسناه في المدرسة وفي كل الجامعات أن المحاسبة هي حفظ سجلات وبيانات لمعرفة نتائج الشركة ووضعها المالي. عظيم. قلت له طيب وبعدين؟ وما هذول صاروا يطلعوا علي انه هذا لسه مش عارفين، يا عاقل يا مجنون. قلت لهم بعدين؟ قال شو يعني بعدين؟ قلت له طيب عرفنا وضع الشركة وعرفنا وضعها المالي وارباحها وخسائرها، بعدين؟ قال كيف بعدين؟ يعني عرفنا وضع الشركة، عرفنا نتائجنا. قلت له بعدين؟ يا هذا مل مني. قال لي بعدين شو بعدين يعني؟ قلت له بعدين شو استفدنا من هالمعلومات؟ قال ساعتها بناخذ قرارات مش، قلت له ايوه هاي الكلمه اللي بدي اياها، ان نغير مفهوم المحاسبه. وانا كثير فخور باني انا غيرت على مستوى العالم تعريف المحاسبه ليصبح هي اداه لاتخاذ القرار الاقتصادي. المحاسبه ليس بس فقط لاعرف ربحت ولا خسرت وأن إذا أنا ميزانيتي منيحة ولا مش منيحة، أننا نتخذ على ضوء هذه المعلومات اللي بنطلعها هي المرحلة الأولى، إنما الهدف أن أتخذ قرارات على أساسها لأحقق نتائج أفضل ووضع أفضل.